ونسأل الله في هذه الساعة أن يحفظ علينا حكامنا وبلادنا، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين. نحن في وطن كله خير، ونحن في وطن قل شبيهه في الأرض. سنت. يجب أن نتواصى فيما بيننا، الكبير يوصي الصغير، والمتعلم يوصي الجاهل. الوطن هو الأم الكبرى. يا سلام. لكل شخص يدرج عليه. والدنيا بلا وطن ما هي بدنيا. صحيح. احنا نعرف ناس وحنا منهم نسافر ونروح ونحن لأرض الوطن. نبي الوطن. نشهد بالله. وطننا اللهم لك الحمد. فيه قبلة المسلمين مكة، ومسرى النبي، وفيه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره ومسجده. هذه ترى شرف، شرف عظيم. والدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة كان دستورها التوحيد، قائمة على التوحيد، توحد، والتاريخ يشهد. نعم. أما لو كان ما فيه، يعني التاريخ يحفظ باثنتان، أما الشعر أو الآثار، المباني والمساجد والقصور. فالدولة حفظت بالثنتين، حفظت شعريا بالقصائدهم، وحفظت بأثارهم. صحيح. عندك الدرعية أكبر شاهد لهذه الدولة، العاصمة، أكبر شاهد لهذه الدولة منذ تأسيسها. الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة هي دولة واحدة. يا سلام. تعتبر دولة واحدة. يا سلام. إحنا يجب، كم مر على 3 قرون زمن من العمر كانوا فيها رجال أوفياء، فلا يعقل، وهذه والله من قلة شيم العرب، أن يكون الأجداد أوفياء والأبناء خونة. يجب أن يمتد هذا الوفاء حتى نورث لأبنائنا، حتى نورث لأبنائنا. فنسأل الله أن الله يحمي وطننا ويحفظه، ويحفظ جنودنا وينصرهم المرابطين على الثغور، وأن يديم عز سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. آمين. الله يحييك أبو